بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع الدرس بعنوان حدث الإسراء والمعراج، الدروس والعبر. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز من سورة الإسراء مفتتحا بصيغة التنزيه والإجلال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لقد أسرى الله سبحانه بنبيه وحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بطريقة هي خارج مألوف البشر وعاد ومعهودهم، طواله فيها المسافات واختصر له بها الزمن، فكانت رحلة في جزء من ليل، وعرج فيها سبحانه بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى فاتحا له أبواب الكون ورافعا عنه الحجب، فرأى من آيات ربه الكبرى. يقول سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. سنذكر إن شاء الله معجزة وقعت له صلى الله عليه وسلم من بين المعجزات التي رآها وحصلت له في الإسراء والمعراج، وهي التي تسمى حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم وعمره 50 سنة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، أي فتح، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري أي فتحه، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست أي إناء من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغ في صدري ثم أطبقه أي أغلقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء أي صعد. وقد وقعت له هذه الحادثة قبل ذلك وهو طفل عمره 4 سنوات، حيث روى مسلم أن جبريل عليه السلام أخذه فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه العلقة أي شيء أسود يشبه الدودة مسمات العلقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. فهذه معجزة هي عبارة عن عملية جراحية دون سيران دم ولا إحساس بألم، تولى القيام بها جبريل عليه السلام بمساعدة ملائكة الرحمن، فاستخرج من قلبه صلى الله عليه وسلم حظ الشيطان، ثم غسله بماء زمزم، ثم أعاده إلى مكانه كما كان دون رعاية طبيب. وفي هذا دليل على عظيم حفظ الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم، وعظيم رعايته به وعنايته له من صغره حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل، وهي كما يقال عملية تطهير معنوي بطابع حسي وإعداد له صلى الله عليه وسلم من صغره للعصمة والوحي بأسباب مادية وبدليل ملموس. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم معصوم بعناية الله ومحفظه، محفوظ معصوم من شرور الناس، قال تعالى: والله يعصمك من الناس، كما هو معصوم من شرور النفس والشيطان، فقرينه قد أسلم فلا يأمره إلا بخير. ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. من خلال حادثة شق الصدر يعلمنا الله تعالى دروسا وعبر أن القلب بصلاحه يصلح الإنسان وبفساده يفسد الإنسان، وهذا ما أكده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب السليم الصالح المطمئن لا حظ للشيطان فيه إلا بقدر ما ينزغ ويوسوس، فهو لا يقبل البغضاء ولا يقبل القنوط ولا يقبل الكراهية. فهذا القلب المنشرح بنور الله ممتلئ بالإيمان والتقوى والصدق والصلاح والإخلاص، يتحلى بمقامات اليقين التي قال فيها الإمام ابن عاشر رحمه الله: خوف الرجاء شكر، وصبر توبة، زهد توكل رضا محبة.
لقد عرج بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فجاب أقطار السماوات العلى وهي مزدانة بمواقع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في السماء الأولى استقبله آدم عليه السلام، وفي الثانية ابن الخالة يحيى وعيسى عليهم السلام، وفي الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى عليهم الصلاة والسلام، وفي السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم إلى سدرة المنتهى حيث ناجى ربه وفرض عليه الصلوات، فكانت أول أمرها 50 صلاة، ولكنه صلى الله عليه وسلم بمشورة من أخيه موسى عليه السلام خففت حتى بلغت 5 صلوات، فقال الله تعالى: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة 10، هي 50 في الأعمال وهي 50 في الثواب والميزان لا يبدل القول لدي. فدل ذلك على عظمة الصلاة وعظيم قدرها ومنزلتها، حيث إن الفرائض كلها فرضها الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، إلا الصلاة فقد فرضها والنبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، فهي عمود الدين، وهي الصلاة اليومية بين الإنسان وربه، بل هي المعراج الروحي واليومي لروح المؤمن كل يوم. لقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق في مكة وفي أقل من لمح البصر، وصل صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، فوجد في استقباله الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى عيسى عليهم السلام، بعثوا كلهم إكراما لخاتم الأنبياء والرسل، فصلى صلى الله عليه وسلم بهم إماما، فنال مرتبة إمام الأنبياء والمرسلين، ونال هذا الشرف العظيم. وفي مراسم هذا الاستقبال في القدس قدم له صلى الله عليه وسلم الخمر والحليب، فاختار صلى الله عليه وسلم الحليب ورفض الخمر، فزكى جبريل عليه السلام اختياره وصادق عليه فقال: أصبت الفطرة. فالفطرة أيها الإخوة الإكرام بيئة الإنسان التي أبدعه الله عليها، وطبيعته التي خلقه عليها، وهي وضع كل شيء في محله الذي يليق به، فإذا جاوز الشيء حده أو وضع في غير محله أو تسبب في إضرار الإنسان أو غيره في دينه ودنياه فهو إخلال بهذه الفطرة. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.